مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذا المرض معنا من العاصمة السعودية الرياض الدكتور عبد الله عبد الرحمن الحقيل، أستاذ استشاري الأمراض المعدية. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. خطورة مرض الليستيريا على الإنسان وما نسبة شفاء المريض منه عند الإصابة، وهل من آثار جانبية يتركها على جسم المريض بعد الشفاء؟ مساء الخير، كل عام وأنتم بخير وأخواتي المشاهدين. حقيقة التقرير اللي تطرقت له يعني وافي من جميع النواحي. البكتيريا الليستيريا بكتيريا عادية جدا موجودة في كل مكان من العالم، تنتقل كما ذكرتم في التقرير عن طريق اللحوم أو المأكولات الغير مطهية بشكل جيد في الناس العاديين اللي يتمتعون بجهاز مناعي متماسك، عادة لا تؤدي إلى مضاعفات تذكر، تكون عارضة، لكن كبار السن أو من يعانون من نقص الخلل في الجهاز المناعي أو الحوامل هم أكثر عرضة لحدوث الأعراض. المرض يعني في ذروة قد أو خطورة تكون إذا نتج عن تسمم في الدم أو أدى إلى التهاب السحايا. علاج متيسر جدا، يعني علاج بسيط جدا مثل البنسلين ومشتقاته جدا سهل، والسيطرة عليه كذلك سهلة جدا. ولعلكم كما أشرتم في التقرير يعني بخطوات عملية حقلية بسيطة ممكن تتبع مصدر العدوى والقضاء عليه. هو لا ينتقل بين البشر وليس معدي، فقط هو منقول يعني عن طريق الأكل أو غيره. نعم. طيب، ما هي الاحتياطات دكتور والإجراءات اللازم اتخاذها في منطقة الشرق الأوسط لتجنب انتقال المرض؟ المرض لن ينتقل إلى الشرق الأوسط لأنه أصلا موجود، يعني لا يوجد قرية في العالم وليس مدينة إلا وهذه الجثوم موجودة فيها. الحرص فقط على مصادر الطعام أو يعني خاصة مثلا اللحوم المستوردة من الأماكن اللي انتشرت فيها البكتيريا، عادة يمكن تتبعها إلى مصنع معين أو موقع واحد. وفي الداخل أيضا مراقبة مصادر تصنيع اللحوم أو وبيع اللحوم أيضا يساعد على الشيء هذا. نعم، هذا على صعيد المؤسسات دكتور عبد الله، ماذا عن صعيد الأشخاص العاديين؟ نصيحتك لكل شخص خاصة من يسكنون في القرى والأرياف وفي مناطق الحقول والمزارع لتلافي هذه العدوى أو انتقال هذا الفيروس إليهم. نعم، هو طهي الطعام بحد ذاته، طهي اللحوم بحد ذاته كافي للقضاء على البكتيريا، فهي عادة عند تجاوز الحرارة درجة 60 كبيرة بأن تقضي عليها. فهو الحرص على مصادر الطعام، طهيها بشكل جيد، حتى البيض مثلا أيضا يجب أن لا يترك مكشوف لفترات طويلة، يعني قد ينقل أكثر شيء ينقل السالمونيلا ولكن قد ينقل الليستيريا. كذلك بالنسبة للدواجن أيضا طهي بشكل جيد جدا، وكما ذكرنا اللحوم يعني تخزينها وطهيها بشكل جيد. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة، حدثنا من الرياض الدكتور عبد الله عبد الرحمن الحقيل أستاذ استشاري الأمراض المعدية.